السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي. معاكم ميس مروه من قناه ميس مروه. النهارده جايين كده بناء على طلب المتابعين ان هم عايزين يشوفوا كتاب بني من جوه، كتاب الساينس النسخه اللي معايا دي، نسخه جريد 4 الصف الرابع الابتدائي. الكتاب بيجي عباره كده عن جزئين، الجزء الكبير اللي هو كتاب الشرح والاسئله، والجزء الثاني الصغير بيكون عباره كده عن ملخص، وهنشوف دلوقتي مع بعض، وبعد كده اسئله، اوكي، وبعد كده الانسرز الاجابات سواء كانت للكتاب الصغير او الكتاب الكبير. طيب تعالوا كده مبدئيا نبدا بالمين بوك اللي هو الكتاب الاساسي، كتاب الشرح. تعالوا كده نبص مع بعض. انا هنا عندي يونت 3 وعندي يونت 4، اوكي، ومتقسمين كده للسنز. تعالوا نشوفوا محتوى الدرس من جوه والشرح. شايفين كده معايا؟ اوكي، بصوا كل درس كده مشروح، وفي ترجمة بسيطة هنا لو في جزء المامي او الولاد مش مفهوم بالنسبة لهم. بصوا كده كل ده شرح. طب نيجي عند جزء الاكسرسايز او التدريبات، طبعا هو مليان اسئلة، اوكي، ودخلنا كده في ليسن 2، ده الشرح، وبرده هرجع تاني كل ده شرح. بعد كده هاجي في ليسن 2 عند جزء الاكسرسايز. انا شايفه ان جوده الورق ما شاء الله حلوه جدا، وكمان لون الكتاب فاتح، لونه ابيض كده حلو، والورقه كده حلوه محمله. شايفين كل ده شرح، وبعديه على طول الاسئله، اوكي، وفي بعض الحاجات مترجمه طبعا عشان تسهل على ولي الامر وعلى الطالب المنهج. طيب نيجي للكتاب الصغير اللي هو كتاب التدريبات، طبعا ده بيجي في الاخر بقى كده، اسمه ريفيجن بوك. ده الكتاب اللي بيكون فيه السامري، بيكون فيه ملخص المنهج، بنيجي في الاخر كده بقى نلم منه المنهج. اوكي، بصوا كل ده ملخص للمنهج، طبعا كل حاجه مكتوبه بطريقه مرتبه جدا جدا، سؤال واجابه، وبعد كده بيكون عندي الاكسرسايز الاسئله اللي الطالب بيحلها. شايفين؟ اوكي، يبدا كده يلخص كل جزء، اوكي، وبعد كده يديله الاسئله. طيب بيكون عندي ايه بعد كده؟ عندي جزء فيه الامتحانات، اوكي، امتحانات السنين اللي فاتت، اوكي، شايفين دي كده، دي محافظات السنه اللي فاتت، جايب لك كل الاسئله بمختلف انواعها، وهاجي في الاخر هلاقي هنا عندي الانسرز، دي الاجابات سواء كانت للكتاب الكبير اللي هو المين بوك، او الكتاب الصغير بتاع الريفيجن، بتاع المراجعه، وبتاع الاكسرسايز. اوكي، انا شايفه ان الكتاب ما شاء الله جوده الورق حلوه جدا، الشرح بتاعه كده بسيط وسامبل، وكل حاجه مترجمه. انا كمان عايزاكم تبصوا كده على الكتاب، وان شاء الله يعجبكم.